السلام عليكم، لماذا خلقنا الله؟ جواب هذا السؤال معقد وقد يقود إلى دائرة مغلقة. الملحد لن يقتنع بأي جواب يصدر عن الله لأنه غير مقر بوجوده أساسا، وعمليا لا يمكن للمؤمن أن يقدم جواب إلا أن يكون صادرا عن الله الذي يؤمن به. جواب هذا السؤال تحديدا من الصعب أن يصدر عن العقل الإنساني. لا يمكنك أن تخمن لماذا خلقنا الله، لا يمكنك أن تحذر أو أن تضع قائمة خيارات. ببساطة أي تخمين سيكون قياسا على طريقة التفكير البشرية، على ما نعرف من نمط السلوك والدوافع البشرية في القول، ولكن قياس الفعل الإلهي على الفعل الإنساني أمر غير مجدي. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وبالتالي فإن تفسير فعله بناء على نظريات السلوك البشري يؤدي إلى طريق مسدود حتما. هذه منطقة لا يستطيع العقل البشري الخوف فيها، ليس لعيب أو قصور فيه، بل لأنه لم يصنع للخوف فيها. فاعلية العقل البشري ونطاق عمله هي داخل الطبيعيات، داخل العالم المادي. كل شيء خارج هذا العالم هو خارج التغطية بالنسبة له. الملحدون لا يتعاملون مع الأمر على هذا النحو، هم لا يعرفون أن العقل البشري لا يعمل في هذه المنطقة. في الحقيقة هم لا يعترفون بوجود هذه المنطقة أصلا، أو يعرفون ولكنهم يرفضون الإقرار بهذا. بل قد يقولون: لماذا يخلق إلهكم عقلا غير كامل؟ من قال أن عليه أن يخلق عقلا كاملا؟ خلق العقل متخصصا في مجالات محددة متوافقة مع هدف الخلق، ولا معنى في أن يتم تزويده بما لم يخلق له. أو قد يصرون من قال أن العقل البشري له حدود، العقل البشري كامل، هكذا سيقولون. أما سبب عدم قدرته على التفكير في الإله فهذا لأن هذا الإله غير موجود أصلا. حقا، هل يمكن لهذا العقل الكامل أن يتخيل لونا جديدا؟ هل يمكن أن يتخيل بعدا رابعا؟ هل يمكن له أن يتخيل حالة العدم؟ لا طبعا. لذا بالنسبة للمؤمن سؤال لماذا خلقنا الله يكون جوابه من الله نفسه. الملحد لا يعترف بجواب كهذا لأنه لا يعترف أصلا بوجود الله، لذا صدور جواب منه مجرد خرافة، هكذا سيعتبر، مثل خرافة الدين كله. أي جواب من هذا النوع سيواجه بالسخرية والاستهزاء من قبل الملحد. لابد أن إلهكم كان ضجرا فقرر أن يخلقكم، لابد أنه كان يعاني من الملل فقرر أن يخلقكم ليتسلى قليلا، خلقكم لتعبدونه، لابد أن إلهكم يعاني من عقدة نقص أو insecurity، لهذا يريد منكم أن تعبدونه لكي يخفف من هذا الشعور. لابد أنه مصاب بتضخم في الإيغو حتى يطلب منكم أن تمجدوه وتمدحوه هكذا. هكذا سيقول هؤلاء عندما ترد عليهم بالأجوبة التي نؤمن بها، تعالى الله جل شأنه عما يقولون. السبب في هذا الموقف هو نمط تفكير، أسلوب تفكير مادي تجسيمي يسيطر على فكرتهم عن إله لا يقرون أصلا بوجوده. هم يقيسون تفكير الإله الذي يعتبرونه غير موجود على تفكير البشر، لذلك فهم يقولون: هل كان ضجرا فخلقكم؟ لأن البشر عند ضجرهم قد يصنعون أشياء جديدة، يرسمون لوحة جديدة، الأطفال قد يحاولون صنع دمية جديدة، أو يبنون بيتا بالمكعبات، أو يخترعون قصة خيالية، أو لأن البشر الذين يشعرون بعدم الأمان أو بنقص ما يحتاجون دوما إلى سماع المديح والثناء وكلمات الحب من حولهم. لذا فالملحدون يستخدمون السلوك البشري لتفسير السلوك الإلهي، وهذا سيكون منطقيا لو كان الله جل وعلا إنسانا عملاقا له من الصفات ما لنا منها ولكن بقدرات أكبر بكثير. لكن الله ليس إنسانا بقدرات أكسترا بلس، هو مختلف تماما بجوهر وكنه مختلف، ولا يمكن مقارنته بالإنسان من الأساس. لذا فهذه التفسيرات غير قابلة للتطبيق. هل نتحمل نحن أو يتحمل الفكر الديني السائد جزءا من هذا بسبب تعاملنا مع الله عز وجل في وصفه وتفسير سلوكه على نحو بشري؟ نعم، أنا شخصيا أؤمن بأننا كثيرا ما ننسى أنه ليس كمثله شيء، ونعتقد أنه يتصرف ويفكر عز وجل مثلنا، ولعل هذا ساهم في تكوين ردود أفعال مثل هذه نحو أجوبة لماذا خلقنا الله. علينا أن نذكر دوما ونتذكر دوما أننا لا يمكن أن نعرف شيئا يقع وراء الأجوبة التي يقدمها هو عز وجل. علينا أن نكرر أن عقلنا لم يصنع لمعرفة هذا تحديدا، يمكننا فهم أوامره وتشريعاته لأنها تتعلق بنا أو بالمجتمع من حولنا.
الهدف من الخلق فيه شقان، شق مرتبط بنا نحن بما نفعله في الأرض، وشق مرتبط بالخالق عز وجل. الشق الإنساني يمكن فهمه والتعامل معه والبناء عليه، لكن الشق المرتبط بالخالق منطقة لا نملك أدوات الوصول لها، محظورة تماما. لذا لا نملك سوى أن نكتفي بالشق الإنساني. ماذا لدى الملحدين من جواب هنا؟ السؤال بالنسبة لهم يجب أن يتغير من لماذا خلقنا الله إلى ما الهدف من الحياة؟ سنجد أجوبة كثيرة، أغلبها تتعلق بالمتعة بالحياة وتحقيق الذات. يبرز جواب شهير نقله ريتشارد داوكنز، عالم البيولوجيا التطورية وعميد الملحدين المعاصر. قال: لا أعتقد أننا هنا لأي سبب، نحن فقط منتجات لعملية التطور. يمكنك أن تقول أن حياتي لابد أن تكون كئيبة إذ كنت لا أؤمن بوجود هدف الحياة، لكنني أتطلع إلى الحصول على وجبة شهية في الغداء. الاستمتاع بالحياة إذن. طبعا لا مشكلة على الإطلاق في الاستمتاع بالحياة، فحتى هذا ممكن أن يعد عبادة حسب الطريقة التي نرى بها الأمر. وكثير من الملحدين يقضون حياتهم في أهداف نبيلة جدا بمساعدة الآخرين، بإعطاء معنى لحياة كثيرين، وهناك نماذج كثيرة من هذا النوع. لكن لو غيرنا صيغة السؤال إلى ما الهدف من وجودنا هنا على هذا الكوكب، سيكون جواب أي ملحد: لا يوجد هدف سبق وجودنا على الأرض، نحن نتاج عملية التطور والانتقاء الطبيعي العمياء التي انتجتنا دون وعي أو دون هدف. حسنا، الانتقاء الطبيعي والتطور أوصلنا كبشر إلى هنا، لكن تلك الخلية الحية الأولى التي تدرج منها كل شيء، هل كان هناك هدف من وجودها؟ لا، بالنسبة لهم لا، لقد كانت صدفة. منذ أن نشأت أول خلية حية، بغض النظر عن كيفية نشوئها، وهي مبرمجة على هدف واحد: أن تتكاثر، أن تنتج ما يشبهها. كل خلية حية نشأت بعد ذلك وهي مبرمجة لنفس الهدف، أن تعيد إنتاج نفسها. كل خلية حية في أصغر كائن أحادي الخلية إلى أضخم حيوان يعيش على الأرض مروراً بالإنسان، تكون محكومة مبرمجة على الاستمرار في إعادة إنتاج نفسها. الـ DNA في داخل كل خلية حية يأمر الخلية بأن تعيد إنتاج نفسها كما هي. نحن محكومون بالحياة، محكومون بدوافع تدفعنا للحياة حتى دون وعي منا، مبرمجون على ذلك. كيف يمكن أن يكون هنالك هدف لأصغر خلية في أجسامنا، هدف تحدد قبل أن تتكون هذه الخلية، وهو نفسه هدف الخلية الحية الأولى قبل 3.5 مليار سنة؟ ثم نتصور أن لا هدف مسبق لوجودنا. عدم وجود هدف من كل هذا أمر مناقض لكل تفصيل من تفاصيل الحياة بينما هي تندفع لتكون نسخا منها. عدم وجود هدف من كل هذا هو كأن تتصور أن الصورة الكاملة لا تعني أي شيء، مجرد خبط عشواء، بينما كل جزء صغير من أجزائها يضج بالمعاني. أن تكون الحياة قد نشأت صدفة بلا هدف، وأن تكون كل أهداف الصغيرة التي نخترعها مجرد محاولات لتغطية العبث واللا جدوى في عمق الحياة. أي تناقض هذا مع فكرة الحياة نفسها؟ يؤمن الملحد بأن الكون قد نشأ صدفة، لا يؤمن بأن هناك شيء قبله، وغير مهتم بمعرفة ماذا كان قبله. يؤمن بأن ثمة صدفة أنتجت الكون، وأن تفاعلات العناصر والمكونات قد قادت لاحقا إلى انبثاق الحياة، فولدت أول خلية حية بالصدفة أيضا. ثم انقسمت هذه الخلية بالصدفة ودخلت في دوامة التطور وغربال الانتقاء الطبيعي العام الذي لم يحدد هدفا مسبقا. ثم وجدوا أنفسهم فجأة يتناقشون عن الله والوجود والحب والشعر والموسيقى والجمال، ويتوقعون وجبة غداء شهية. الصدفة لم تجعلهم يعيشون حياتهم عبثا بالضرورة، لكنهم يؤمنون أن كل شيء سينتهي عبثا. لا شيء قبل هذه الحياة ولا شيء بعدها. الحياة رحلة قصيرة جاءت بالصدفة بين عدمين. هذا ما يؤمنون به. يؤمن المؤمن أن ثمة شيء أكبر في هذا الكون، يؤمن أنه خلق ليتعبد لخالق هذا الكون، وأن كلمة العبادة تتسع لتشمل كل الحياة. لا يعرف لماذا فعل الله ذلك، لأن عقله لم يصمم لمعرفة هذا، لكن الأمر لا يشغله كثيرا. يقول: نحن موجودون هنا وانتهى. يحاول أن يعيش حياته بما يحقق الهدف الذي يؤمن أنه خلق لأجله. ينجح أحيانا ويفشل أخرى. يستمتع بحياته أيضا كما يفعل الملحد، ويتوقع وجبة طعام شهية أيضا. حياته رحلة قصيرة بين غيبين وليس بين عدمين، وهو يؤمن بأنه
سيرى نتائج رحلته لاحقا. أؤمن أنا أن هذا الثاني أكثر اتساقا وانسجاما مع الكون المنظم الذي يعد ليستقبل الحياة. فلنتذكر هنا أن هذا السؤال، سؤال لماذا خلقنا الله، يشبه وضع مريض فاقد للذاكرة إثر حادث نهض من غيبوبته ووجد نفسه في المستشفى، فرفض أخذ أي علاج قبل أن يأتي أحد يشرح له كل ما حدث منذ ولادته حتى الحادثة. وطاقم المستشفى أصلا لا يعرف غير المعلومات الموجودة في هويته. إن كنت ستلحد لأنك تريد أن تعرف جواب هذا السؤال، فأنت كهذا المريض، أنت موجود على هذه الأرض، نقطة، انتهى. عليك أن تتعامل مع هذه الحقائق. لا تعجبك الإجابات التي تسمعها، تعتبرها غير منطقية وغير مقنعة، هذا من حقك. لكن تذكر أن الطرف الآخر الإلحاد لا يقدم أي أجوبة أصلا. فصدفة نشوء الحياة على الأرض ومن ثم التطور الذي طرأ على الخلية الأولى وصول الإنسان يجعل من الحياة عبثا كبيرا وأكثر سذاجة من أي إجابة تقدمها الأديان. أنت موجود، نقطة، انتهى. تعامل مع هذه الحقيقة أولا. We'll be right back.